نروحو نعلمكم كيفاش تتعلموا طريقة طرح الأسئلة باش تولوا تفهموا كيفاش تجاوبوا على الأسئلة داكوغ، باسكو أغلبكم في الاختبار ولا في الدوفوار ما يفهمش هما لي مو انتيغوغاتيف وعلى واش راهم يدلوا هذوك لي مو انتيغوغاتيف، وبيسكو ما يفهمش على واش راهم يدلوا معناها ما يعرفوش يجاوبوا صحيح، وتلقاه سوا يكتب الإجابة خاطئة سوا يكتب لو باراغراف كيما دار ليسونسيال لقى فيه هذيك الكلمه، مي اون فرونسي ما تنجمش ديرها داكوغ، ما يعيا الاستاذ يتسامح معاك بصح يجي النهار وين طيح فيه استاذ ما يقبلش هذا الاخر هذا النوع من الاجابات، سو كيفاه الا قالك تعاود شغل تسيخها بطريقتك. اوكي الوغ كاين لي مو انتيروغاتيف بزاف، من بين هاد لي مو انتيروغاتيف كي كوا كيل اكل دو كيل دو كي دو كوا بوركوا كومون او كون الى اخره داكوغ. الوغ اولا قدامنا نبداو لا لوسون، هذه لا لوسون تاعي انايا جو لي بروبوزي ا ميز ايليف، اقترحت على لي ايليف تاعي بيسكو شفتهم بلي اي سون ان بيتي بو فابل في فهم الاسئله، دونك درنا عليها واحد 2 هكا قريناها مع بعض. ليسونسييل اكري اون فراز انتيروغاتيف كي اورا كوم ريبونس لي مو سوليني، معناها اكتب الجمله الاستفهاميه اللي يكون اجابتها هو الكلمه المسطره داكوغ. الوغ غادي نبداو باللو بلو سامبل ونروحو شويه لي ان تي بو ديفيسيل. اوكي لا بروميير فراز مي بارون فواياج دومان، فهم الجملة هو الأساسيال. Mes parents voyagent demain. Alors demain في هذه الجملة راهي cessez de temps. معناها ظرف الزمان. معناها راهي تدل على الوقت. أوكي. وحنايا قرينا باللي دلالة على الوقت نجمو نطرحو لا كيستيون كون. صحيح معناها السؤال تاعي أنا باش يبدأ راح يبدأ بكون. أوكي. Alors كون غادي نديرها او ديبي دو لا كيستيون سي بون، دونك نكتبو كون مي بارون فواياج، بصح حنا لي زونفون كاين واحد العفسه اللي تنزاد في لو لا فراز انتيروغاتيف اللي هو ايل ايل افيك اس، هذاك ايل افيك اس على من يولي يولي على لي بارون صاي، دونك اذا كان عندك سوجي ولا الشخص بلطو لو سوجي بزاف اللي هو شغل غائب اوكي بغا فيمينا ماسكولان سينغولي ولا بلوريال اوكي، دونك يليق لك تزيد هذاك ايل ال ولا ايل افيك اس ال افيك اس صافي فهمتوني، نو اي فو جو و تو ساهلين، مي كي يكون عندك سوجي ويكون السوجي هذاك غائب معناها نقدر نعوضه بضمير الغائب ايل ال ولا ايل افيك اس ايل افيك اس، هنا لازم نزيدوه في لا كيستيون. الوغ شنو نقول كون مي بارون فواياج تيل صاي فواياج نديرو تيغي il avec s parce que avec le il هو mes parents ça y فهمتو، alors كإجابة راح تكون mes parents voyage وهذاك لو il يروح في الإجابة demain ça y فهمتوني صح. نروحو لا دوزيام، elle a acheté 5 pommes elle a acheté 5 pommes شريت 5 تاع لي بوم تفاحات. الوغ كيكون العدد ولا بارفوا الكميه داكوغ لو نومبر ولا لا كونتيتي نطرحوا لا كيستيون كومبيان داكوغ. الوغ نقولوا كومبيان دو بوم a-t-elle acheté ما نقولوش a-elle acheté، وتاني في السؤال نقدرو نقلبو بين لو سوجي اي لو فيرب، كاين مواضع وين نقلب بين لو سوجي اي لو فيرب معناها لو فيرب يولي لي هو لو بروميي اي لو سوجي يولي لي هو لو دوزيام، اذا ما كانت هذيك لا ليزون كشغل تحس باللي
ال هذه هنا تحس باللي كاين ان باغاج هكا، ما كانش ليزو، ما كانش لازم نزيدها. الوغ لي فرونسي يزيدوا الحرف تي، صحيح يزيدوا الحرف تي، واللي راح بيان سور يختفي في الاجابه، صافي دير ان نزيدها في السؤال با بلوس. الوغ شنقولوا كومبيان، بما انه راني نسقسي على العدد، كومبيان دو بوم، اذا كنت تحكي على بانان كومبيان دو بانان، كومبيان دو كيوي داكوغ، كومبيان دو جو سي با دو باكيت خبزات، اوكي كومبيان دو بوم اتيل اشتي، اتيل اشتي ما نقولوش ال اشتي ولا ال اشتي، نو قلبوا من لو سوجي اي لو فيرب داكوغ. الوغ وما تنسوش لو بوان دانتيروغاسيون، اوكي ma famille partira à la Mecque. Ma famille راح تروح à la Mecque اللي هي مكة. OK. À la Mecque c'est un cessé de lieu. Les enfants مشي دائما اي اسم يدل على المكان هو cessé de lieu. D'accord? لازم يكونوا في هذوك les prépositions à, en, etc. au, etc. D'accord? Alors à la Mecque, il est Mecca. Hada c'est un cessé de lieu في المعنى ou في la grammaire ثاني. Alors كي نكون عندنا un cessé de lieu, je pose la question où avec accent sur le u. D'accord? ماشي où l'autre. Où l'autre تاع الاختيار le choix. Hada où c'est تاع le lieu, la place, l'endroit. Alors où ma famille partira. وهنا مازال ناقصتني حاجة، أو ما فامي بارتيغا تيل، بارتيغا تيل، صاي ما نقولوش بارتيغا إل، شفتو في ليكزامبل الأول زدنا إل أفيك إس، هنايا نزيدو إل باسكو إل تعوض ما فامي اللي هي عائلتي، أوكي؟ ألوغ نقولو أو ما فامي بارتيغا تيل، إذا كنت في لوغال معناها في الكلام فقط تقدر تقول او بارتيغا ما فامي داكوغ، وهنا راهي نيشان بصح هذا في لوغال في الشفوي، ولكن اذا اردت ان تحترم لا غرامير نيشان 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 هذه هي الاجابه الصحيحه او ما فامي بارتيغا تيل داكوغ، ودير لنا البوان دانتيروغاسيون على فام. لو سيجور ابني صاف اي تانولي ا كوز دو تسونامي، معناها السفر ولا لو فواياج ابني صاف اي انولي انولا بسبب واش ا كوز دو تسونامي، اوكي الوغ عندكم لو مو ا كوز دو، ا كوز دو او ا كوز دو تعطيكم لو لو رابور دو لا كوز معناها السببيه، واذا راكم حاسين درنا فيديو قلنا من اجل ايجاد السبب نطرح لا كيستيون بوركوا، نطرح السؤال بوركوا لماذا. Okay. Alors, qu'est-ce ou la question elle pardon, goulou, pourquoi le séjour à Bnissaf est annulé? Est-il annulé? Est-il annulé? إذا أردنا أن نحترم القواعد بالكلمة وبالحرف الواحد. إذا كنت à l'oral, تقول pourquoi le séjour à Bnissaf est annulé. Donc, هنا تاني ça marche. بصح الإجابة الصحيح أو السؤال الصحيح نطرح pourquoi le séjour à Bnissaf est-il annulé. حنا مزيدوش تي باسكو ديجا عندكم او اس تي في التالي فيها تي و point d'interrogation à la fin. Maman se sent malade. Maman se sent malade. Malade c'est un adjectif. OK. Adjectif parfois je pose la question comment, comment ça y est qui fait ma, donc le سؤال تاعي نقولو comment maman se sent-elle, comment maman se sent-elle معناها دير شرطه ودير elle تزيدها à la fin. OK donc comment maman se sent-elle, maman se sent malade. OK فهمتوني؟ ce film parle de la reine d'Angleterre.
هذا الفيلم يحكي على لا رين دونجلتير اللي هي ملكة انجلترا. الوغ عندكم هذا سي ان سي او اي دو لا رين دونجلتير هو سي او اي لي زونفون. حنايا بالاعراب اللي رانا نديروه سي سي دو ليو سوجي كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا الاعراب في الفرنسيه وهو اللي ساعدنا في طرح الاسئله على بها رانا نقولوا اسكو هذا سي ان سوجي سي ان ادجكتيف ايتترا. الوغ لما يكون عندك ان سي او اي وفيه اون بيرسون معناها الشخص تقول دو كي. كي يعوض لك الاشخاص في اغلب الاسئله. اوكي الوغ تقول دو كي سو فيلم بارلوتيل. دو كي سو فيلم بارلوتيل اذا اردنا اتباع القواعد مطعمو ولاتر بار لاتر. اوكي اذا كنت باغي تحكيها الوغال دو كوا ولا دو كي باردون ce film ou la parle ce film de quoi de qui pardon parle ce film donc هذه تنطرح شفويا. اما اذا اردنا احترام القواعد كما قلت لكم de qui ce film parle-t-il نزيدو le t tiré il à la fin et bien sûr point d'interrogation. Il ferme son garage. Il ferme quoi شاهي بلع son garage. alors هنايا سي ان سي او دي سي او دي داكور. alors كي يكون عندكم ان سي او دي لا كيسيون تاعكم تبدا كو تبدا كو كو داكور. alors السؤال تاعي سيصبح كو فيرم il ولكن قلت لكم باللي لازم هذيك لا ليزون دونك راكم اوبليجي باش تزيدوا هذاك حرف التي. Que ferme-t-il? Que ferme-t-il? Il ferme son garage. Ça y est, ferme-t-il. Hatta l'ijaba, l'irhihadna, t'koun, al-hasab su'al matrouh. Ou là, qu'est-ce qu'il ferme? Tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'il ferme? Il ferme son garage. Après, hadna, le bûcheron coupe le bois dans la forêt. le bûcheron حتى بيقطع الخشب في الغابة ورانا مسطرين لكم على الاكسبرسيون coupe le bois. coupe هو verb le bois تاع complément d'objet direct. alors كي يكون عندكم verb السؤال راني نسقسي على l'action الفعل الحدث نقولوا que fait le bûcheron dans la forêt. Que fait le bûcheron dans la forêt? Mais d'ailleurs, le bûcheron dans la forêt. Alors, j'ai peut-être que le bûcheron coupe le bois dans la forêt. Je vais te kiffer. C'est la dernière chose. Al jumel moualia. Les enfants jouent dans la cour. الأطفال يلعبون في الساحة. les enfants هنا الإعراب تاعها في الجملة هو فاعل group nominal sujet. اوكي وكي نكون نطرح سؤال عن لو group nominal sujet ويكون une personne أشخاص معناها نبوزي لا question je pose la question qui صحيح معناها سؤالي راح يبدا بكي داكوغ. والتغيير اللي في الجمله ما راحش يكون تغيير كبير غادي على بلاص دو كوب نومينال سوجي في بلاصه في مكان جروب نومينال سوجي راح تمسح الجروب نومينال سوجي وتحط لو مو كي معناها راح تكون لا كيسيون تاعك كي جو دون لا كور شكون اللي راه يلعب في الساحه. كي جو دون لا كور لي زانفون جو دون لا كور. صحي سهله هذه ثاني. جو في ريغاردي le film d'Avatar. je vais regarder le film d'Avatar. راح نتفرج le film d'Avatar. ok. alors quel film vais-je regarder? quel film vais-je regarder? je vais regarder le film d'Avatar. ok. donc هذا c'est un des prépositions plus le nom. ok. احنا نقدروا نقولها في العربية مضاف اليه. alors la mer est bleue. bleu c'est un adjectif de couleur.
كيكون عندكم ادجكتيف راكم حاسين نديرو كومون. اوكي، واذا مثلا بغيتو تسهلوها على رواحكم تقولوا دو كيل كولور، دو كيل كولور اي لا مير. اوكي، دو كيل كولور لا مير ايتيل، تاني هذه سا مارش، ولا كومون اي لا مير، تاني هذه سا مارش. داكور، on doit être tolérant dans le but de vivre en harmonie. لازم نكونوا متسامحين بهدف ان نعيش في انسجام. Alors, عندكم l'expression dans le but de vivre en harmonie. كي تشوفوا le but يروح directement بالكم pour. صحيح، pour. Alors, معناها la question اللي غادي نبوزيها pourquoi. OK. Alors, n'goulou, pourquoi doit-on être tolérant? Pourquoi, limada, doit-on? Là, n'qalbou bien le sujet et le verbe. Doit, ou le verbe, ou le ouel, ou le sujet, li hua an, ou li hua fani, ou n'adah le tirer binetrum. Pourquoi doit-on être tolérant? هذا سؤال البسيط. ولا dans quel but doit-on être tolérant? صحيح، باش يكون السؤال على حسب الإجابة اللي راهي عندنا. Dans quel but، لأي هدف؟ هذه إذا بغيتوا زعما تبينوا روحكم باللي هيرويك في الفرنسي. اوكي، الوغ عندكم je pense normalement هذه je pensais a i s ou la a i دوك نفهمكم عليها. je pensais à l'exercice de maths. je pense à quoi c'est un c o i. OK، alors ana ki ngoul je pense à l'exercice de maths. je pense à quoi je pense à l'exercice de maths. OK، alors la question تاعي غادي تبدا لي ب à quoi. صحيح، à quoi pense، قلت لكم نقلبوا بين لو سوجي اي لو فيرب، بصح هنا عسوا رواحكم غادي نتحصلوا على à quoi pense je. pense je، pense je في الفرنسي ما كانش هادي surtout premier groupe je crois. OK، دونك يقول لك باللي كيكون عندك لو جو احرز روحك، كاين سيغتان فيرب لي يتقبلوا يكون الفعل في لو بريزون دو لانديكاتيف، وكاين افعال اللي ما يتقبلوهاش. سو كيفي راح نبدلو لو فيرب بونس، ردوه بونسي اي ولا بونسي اي اس اللي هو لامبارفي. داكور، الوغ لا كيسيون تاعي ولا لا فراز اللي راني كاتبتها اللي جوست بصح في طريقه الاسئله راح شغل تكون خاطئه. دونك نقولو اكوا بونسيج، pensais-je، لازم لو باسي. اوكي، دونك هذه واحده من القواعد نجمو تشوفوها في لو سيت تاع الفرنسي فاسيل، راح تلقوا الاجابه والتعليل كومبلي. ما بقالناش بزاف. ما مير سوفر دو لا ميغرين، امي تعاني من الشقيقه. اوكي، الوغ نقولوا دو كوا، باسكو لا ميغرين هي حاجة مع الشخص، ما نقولوش دو كي. دو كوا ما مير سوفر تيل، دو كوا ما مير سوفر تيل، ما مير سوفر دو لا ميغرين. اوكي، ما قبل الاخير لو كادو اي بور ما ميور امي، ما ميور امي صاحبتي لانتيم. اوكي، الوغ عندكم لو مو بور وعندكم شخص، اتونسيون ما تقولوش بوركوا، تقولوا بور كي، بور كي سو كادو ولا اي سو كادو ولا اي لو كادو. اوكي، واخر وحده مانشا دور افيك مون بير، القط تاعي يرقد مع بابا. اوكي، الوغ افيك كي مانشا دورتيل، افيك كي مانشا دورتيل. علاش درنا كي؟ باسكو مون بير هو سي اون بيرسون، وعندنا لا بريبوزيسيون افيك. اوكي، راح تساعدنا في السؤال. دونك افيك كي مون شا دور دورتيل، او بيان افيك كي دور مون شا. صافي، فهمتوا؟ دونك روحوا غير بشويه في طريقه الاسئله، المهم تفهموا السؤال، لو مو انتيروغاتيف الكلمه الاستفهاميه مستعمله، باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا.
وحنا في هذا الاكزرسيس درنا العمليه العكسيه، معناها نتوما تطرحوا سؤال باش تعرفوا كيفاش تكون الاجابه، وهذه ثاني النوع ولا طريقه باش تولوا تفهموا لي كيسيون، معناها كي تولي انت تبوزيها وتشوف الاجابه قدامك، معناها حتى هو كي في السوجي كي تلقى السؤال مبوزي محطوط تعرف كيفاش تجاوب. طيب فهمتوني؟ الوغ ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم، راني عارفه بلي سيتي لوسون ان بتي بو ديفيسيل بصح الفايدتكم برك، وما كاش في بروغرام دونك يقدر واحد في السويام ولا في الليسي يتبعها ويفهم بها عادي، ولا واحد في اليونيفرسيتي. الوغ ميرسي، او ريفوار.